الجامعة الألمانية بالقاهرة، بداية الطريق. الجامعة الألمانية بالقاهرة هي الفرصة والحلم. إذا كنت نابغ ومتفوق فلك مكان في الجامعة الألمانية، وهو ده أهم حاجة عندنا. بنرسم المستقبل ونبني بلدنا. البداية من هنا، شفنا وعرفنا وتعلمنا، هي دي الخطوة الأولى. النهاردة هنكمل المشوار. مش قادرة أصدق إن أنا وصلت لليوم ده، بجد الفرحة مش طايعاني. أنا النهاردة هتخرج، النهاردة ده يوم ميلادي الجديد. نفسي ألم، أنا بحب الجامعة، بحب الدكتورز. فرحانين بس من جوه، بس احنا فرحانين جدا وسعداء جدا. يعني احنا كده فرحانين جدا، ده أقصى حاجة. مبسوطة جدا، على قد ما هي توحشني بجد أنا مبسوطة أوي وزعلانة جدا في نفس الوقت. حاجة زورها تاني. شكرا لكل الناس اللي ساعدت اليوم ده يطلع حلو بجد. شكرا. اروح مش النهارده يعني. هننام كتير جدا. تيجي وتجري. اجري، ما انا هجري خلاص. انا هجري. اعملي لقاء. مساء الخير. فيفرت دكتور بروفيسور دكتور هند الطيبي، دكتور محمد سليمان، دكتور ابو عيشه. كان اكتر حد عسبينا بجد. كانت فتره ظريفه قوي في الجامعه، كانوا بيحبونا جدا. انا انبسطت فعلا وانا في الجامعه، واتمنى التجربه دي تتكرر تاني ان شاء الله. الناس كلها مبسوطه. احلى مسا عليكم كلكم. دخلت الجامعه اصل افتكر، استنى، اول يوم ليا في الجامعه لا شعري كان كيرلي وكان بيلمس كتفي. بصوا صيدله بتعمل ايه. اتعرفت على اصحابي، جيت الاورينتيشن 6 مادتين، قدرت لكتشر ما كررناش كتير بعديها، بس هاخد اخر لكتشر ان شاء الله. واخر حاجه هنعملها مش عاوزه افضل افرح لغايه اخر يوم فاينل، بس اخر حاجه اعملها الفوتوشوت. اخر حاجه اعملها نقعد نهيص ونفرح بقى، يعني تعبنا 5 سنين. اخر حاجه عملتها وانا جاي دلوقتي ان شاء الله همشي صافي يعني. وقولوا لهم يا جماعه ان انا محمد صالح 34 داش اكتر واحد شايف الدفعه دي كلها والله. انا بجراديويت، قابلت ناس جديده، واخر حاجه اعملها ان انا هودع الناس الجديده اللي انا قابلتها. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the heart.